عودي لكم مشاهدينا حتى نكمل هاللقاء الصباحي اللي عم بجمعنا ضمن برنامج النور معنا من الاثنين للجمعة. نهار الثلاثة دايما بهذا الوقت عم بيكون عندنا وقفة مع أشخاص هيك تركوا بصمة وبعدهم بالإعلام، إذا كان الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب. ضيفي اليوم هو إنسان مخضرم بالعمل الصحفي، متصالح مع حاله وبعيد عن الإعلام، ولكن قريب كتير من الكل لأنه بيفكر وبيشعر مع كل شخص متضايق مزعوج، مع كل شخص يمكن عم بعيش ظروف صعبة بالرغم من هالأجواء اللي نحن عم نعيشها، يمكن مع كل محتاج. نحن بنقول للشخص يمكن بيكتب هو شو بيحس أو يمكن شو عم بيشوف، ولكن أنا مع أستاذ سمعان سمعان بشوف إنه بيكتب وجع وألم وفرح وحزن وحب وكل شيء. صباح الخير أستاذ سمعان سمعان. بشكرك. أهلا وسهلا فيك. شكرا كبير إليك. يعني أنا خليني أقول إنه شرف كتير كبير لإلي إنك اليوم موجود معي. ماشي. لأنك بعرف قديش بتندع على حتى تطلع يكون عندك لقاء على أي وسيلة إعلامية، بعرف إنه خصيت نور سات اليوم إنه تكون موجود معنا، يمكن لأنه في رسالتين بيمشوا مع بعضهم. لكن أصبتيني عند وقت اللي قلتي إنه متصالح مع ذاته. وطالما الإنسان بيكون متصالح مع ذاته ما بعودش يحب إنه يكتر حكي ويطل ويشوف الضوء كتير، لا كتر خير ربنا متصالح مع ذاتي. صحيح هذا الشيء بينعكس على الإنسان بحياته، خلينا نقول الإعلامية واليومية. يعني حضرتك بعدك بتكتب، يعني رئيس تحرير مجلة أورا، بدنا نحكي عن هذا الموضوع لأنه كتير مهم. وبس يعني التصالح مع الزيت قديش بيخلي الصحافي يكتب بوضوح أو يوصل الفكرة اللي بده إياها بوضوح. لكن ما هو التصالح مع ذات هو نتيجة شغلتين كمان بالإنسان، الثقة بالنفس هاي أول شيء، والاكتفاء. عندما يكون الإنسان يعني وقت بيصير كل واحد منا عنده ثقة بحاله، أنا هيك، يعني الطبيب أنا طبيب، أنا سياسي أنا سياسي، أنا عامل تنظيفات أنا عامل تنظيفات. هاي نقطة إنه أنا ثقتي بذاتي من هالناحية. ومن تاني ناحية عندك الاكتفاء والقناعة. المشكلة الأساسية بعالم اليوم هي إنه الناس مش مقتنعين، مش مكتفيين، دايما بفضلوا خاصة على الصعيد المادي، ولهالسبب بتشوفيهم معجوقين، الأنا طاغية، روح الجماعة عم تنفقد. لا، الإنسان بس يتصالح مع ذاته من ناحية الاكتفاء ومن ناحية الثقة بالنفس بعدين بيصير يحقق أمور كبيرة، يحقق أمور كبيرة. وعم بتحقق، يعني اللي عم نشوفه إنه تصالحت مع حالك. أي؟ بس عم تقشع كتير بوضوح. صحيح. يعني هذه نتيجة نتيجة الثقة. إيه والسلام. لهالسبب بقلك مع كل الوضع بلبنان يلي بتسمع الناس بنقوا قديش بيحكوا، مزبوط. أنا من الناس السعيدين بلبنان. بهذا العمر أنا من الناس اللي بعتبر حالي سعيد، إنه عجقة سير وانقطاع كهرباء وأوضاع اقتصادية وتلوث وإلى آخر. ما بدناش نحكي عن سلبيات، بدنا نحكي إيجابيات اليوم أكثر. ومع هذا وكله أنا إنسان سعيد. ليه؟ لأنه متصالح مع ذاتي ومتفق. يعني برأيك اللي عم بيصير اليوم، أكيد رح نحكي عن كيفية إدارة المعرفة بالوسائل التواصل الاجتماعي، برأيك اللي عم بيصير اليوم من عدم إدارة المعرفة هو لأنه الأشخاص ما وصلوا للمرحلة اللي وصلت لها؟ صحيح. طب بركي بعد بدهم يمكن وصلت لها أساسا معان أخذت وقت كتير. إيه هيدي نتيجة متننا عم نقول إدارة المعرفة اللي طاغي حاليا وسائل التواصل الاجتماعي. إذا بنرجع 10 سنين الوراء، 20 سنة الوراء، ما كان فيه. كم كنا نسمع خبر؟ اليوم على دقايق بنسمع اخبار. واخبار متعلقه شغلتين اساسيتين، بالعموميات والانكه وبالخصوصيات.
رح أعطيكي مثل بسيط. وقت اللي كان يوقع حادث سير على الطريق ولا سمح الله وقع الضحية، كانوا رجال الأمن دغري يركضوا يغطوا الضحية حتى ما حدا يشوفها. صح. اليوم بحيالله حادث بيوقع على الطريق، بتشوف الكل صوره وراحت الخصوصية عن الشخص. مزبوط. يلي هو مصاب، هو يمكن ما بده بالعكس. يعني إذا هو أكيد ما بده، أكيد ما بده، لأنه في احترام خصوصيته. إنسان ميت على الطريق منصوره منحطه على الفيسبوك وكل الناس بيشوفوه، هاي بخصوصية. ببلاد العيلة مطرح ما في قوانين، ما فيكش تفوتي على خصوصية. صح. فيك تصوري جنينة حدا بأمريكا؟ أكيد لا. حتى لو كنت عم تتصوري، نحن بالشعنينة نطلب إذن منه، نطلب إذن. نحن بالشعنينة منوقف قدام الكنيسة، منصير بدنا نصور حدا من أحفادنا، ومناخد الفرصة تنشوف إذا في شي ست حلوة ورا نصورها تتبقى معنا، نصير نتباهى. انتبهتي كيف؟ الخصوصية. أو شي وجه معروف، أو يعني. شي وجه معروف أو إلى آخره. إذا الخصوصيات شغلة أساسية عند الإنسان، نحن عم نتخطاها. عم نتخطيها. يعني بتذكر، بس بدي أقول لك شغلة أستاذ سمعان، بتذكر أحد الوجه معروف بلبنان، كنا موجودين بمهرجان، بيجي بتطلع بلاقيها بقول لها شو بكي، مع انه هي من الاشخاص اللي كثير فرحه، شو بكي ليش زعلانه؟ قالت لي بقول لك شو صار هلا، انه انا وماشي بيجي شاب بيعبطني وبياخذ سيلفي وجهي وجهه وفل. نعم. ما قدرت اعمل شيء. ببلاد العالم بفوت على الحبس. بفوت على الحبس وخاصه اذا استعملها. مزبوط. خصوصيتي. نعم. انا ما انا مبسوط بحالي هيك، تجي انت بتكشفني على العالم، اذا مش صحيح. تفضل. لهالسبب بنكمل. نعم. في عندك المعلومه الخاصه وعندك المعلومه العامه. المعلومه الخاصه خاصه، ما لها اشتغل بالناس. مزبوط. اليوم شو عم بيصير؟ كل الناس بتعرفها. صح. الاخطر المعلومه العامه مفهوم، بتحكي عن سياسيين، بتحكي عن وضع اقتصادي، بتحكي عن الوطن. نعم. هذا مشاع. بالمعلومه الخاصه بنسميها معلومه، ولكن بالحقيقه هي مش معلومه. اوقات كثير بتكون اشاعه. انت بتحبي واحد بتحطي له خبر وبيكون مش بالحقيقه فيه. بس انا بحبه لانه مين له، لانك بتحبيه. وانت ما بتحبي واحد بتحطي له اشاعه تخربي له بيته. وعلى العموم الانسان ما بيضوي على الشيء المنيح. مزبوط. يعني وقت بتحطي اشاعه منيحه عن انسان بتبقى مطرحها بشوفها ناس ليل. اما اذا كانت اشاعه بتصيبه، وخاصه اذا انت ما بتحبيه، بتشوفيها انتشرت. صح. وصلحي اذا بتقدري تصلحي. صح. وهي اشاعه مش معلومه، هو معتبرها معلومه ولكن هي اشاعه. يعني نحن بنقول بالعربي الدارج مثل واحد عم ينشر غسيله. صحيح. بمعنى بتذكر كانوا ينشروا غسيل الاهل، بتشوف كل الثياب، يعني اذا من الثياب الداخليه او ثياب خارجيه او كل شيء. هلا هيك عم بيصير، وهذا عم ينشر الغسيل. كله مباح. كله مباح، وهذا ما يعني مش صحيح. طب نحن استاذ سمعان، يعني حضرتك من الاشخاص يلي ما رح اقول ناشط على السوشيال ميديا، بس اذا عندك شيء بتقوله بتقوله مش ناشط، ولكن اوقات بقول وبقول باسهل. وانا بعرف يوم اللي بتحط شيء بعرف قديش من جوا انت مجروح. صحيح. يعني جرحك من جوا على اللي عم بيصير وعلى الغلط اللي عم بيصير عم بيخليك تقوله. يعني وصلت له. بس نحن اليوم كيف بدنا نقدر نوصل؟ من بينحكى كثير على هذا الموضوع، بس كيف بدنا، يعني كيف بدها تكون توعيه، كيف بده نوصل؟ يعني امبارح كمان كنت عم بحضر كمان على احد شاشات التلفزي عن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، انه انا ما لي حق اجي خبر عن شخص هو بركي ما بده. ما بدوش. شو يعني خلينا نحكي نحن ايجابيات لهالسبب. ايه ايجابيات. كيف بدنا نعمل؟ بدنا نشتغل على حسن اداره معيش تكفي المعرفه. معيش تكفي المعرفة اليوم بحي الله فأسي على الكمبيوتر. حسن إدارة البنك. بدي حسن إدارة المعرفة. صح. حسن إدارة المعرفة منين بتجي؟ بتجي من مطرحين إجمالا. هلا طبعا وسائل الإعلام تلعب دور وإلى آخره. بتجي من التربية البيتية. صح. ومن التعليم، التربية المدرسية. صح. إذا هاو بس عن يعلمونا استخدام الكمبيوتر، لهالسبب بتشوفي هلا بالبيوت قديش الامات او البيات قادرين يسيطروا على اولادهم
بحسن استخدام الكمبيوتر او الايباد. المعرفه هي صارت موجوده، كيفيه اداره المعرفه. صحيح. كنا عم نحكي انه عم تقلنا عن التربيه، التربيه البيتيه. صحيح. لسبب عم بقول انه اليوم ما عادش تكفي المعرفه، لانه المعرفه قادرين نطالها بلحظات. حيالله موضوع بالعالم، حيالله موضوع بتكبسي كبسي بتوصالي لكل المعلومات اللي بدك اياها. بدك حسن اداره المعرفه، شو بدك تستخدمي من هالموضوع؟ يعني اذا بتفوتي مثلا على جبران يلي مذكور ملايين ملايين المرات، جبران خليل جبران، على وسائل على الانترنت، مظبوط؟ اذا ما بتعرفي شو بدك تاخدي منه بتقضي كذا سنه تتشوفي شو. اذا صار بدنا نعلم بالبيت وبالمدرسه حسن اداره المعرفه. يعني نترك الولد 8 ساعات او كل النهار على الايباد ما بنشوف. لهالسبب هلا بامريكا صار في برامج، وربما بلبنان كمان صار في برامج تقدر تتابع الولد على التليفون تبعك، يعني واصل الانترنت تبعه على الانترنت، بتقدر تحددي له الوقت، بتقدر تشوفي شو عم بيشوف، بتقدر تشوفي وين عم بيفوت. نحن هلا بتحكي الولد ما برد عليك، اذا ملهي ببرنامج ما برد عليك. اماتنا من قديم يبقوا يطلعوا فينا تطليعه، ما يحكونا تطليعه. بدنا نغير الاتيتيود تبعنا، والا في حساب. اليوم نحن مش قادرين نسيطر عليهم. هي وحده. اذا حسن اداره المعرفه بالبيت شيء اساسي حتى نقدر نخلص. قالوا لا انه وبعدين ما بقاش يحكوا معنا، ما بقاش يقولوا لنا بونجور. الناحيه الثانيه المدرسه، مناهجنا التربويه بالمدارس بدها تتغير كليا. ما بقاش فينا نحفظ تاريخ ونظريات فلسفيه وشوية بروبلمات ماتيماتيك. ما بحط حيالله بروبلم ماتيماتيك على الانترنت بينحل، بيعطوني الجواب دغري. صار بدنا نشوف كيف بدنا نستخدم هالمعرفة المتاحة إلنا حتى نقدر نستفيد منها. والأساس إننا نستفيد منها، بشو بدنا نستفيد منها؟ طبعا بمعيشتنا بي إلى آخره، ولكن في شيء أساسي بدنا نستفيد منه هو الأخلاق. مزبوط. وخاصة الأخلاق اللي بتربي على المواطنة، على روح الجماعة. نحن بلبنان الروح الفردية متفشية، الروح الفردية متفشية بكل شيء. أنا كل شيء الأنا كله إلي أنا. مزبوط. يعني إذا بتجي المواي بالحي بتجي لعندي وما تجي لعند الجيران. إذا بيركبوا لمبات على طرقاتنا بالضياع بتشوفي متزعم بياخد اللمبات بحطهم بساحة بيته وبيترك ساحة الضيعة بلا لمبة. ما بيصير. في شيء اسمه روح الجماعة. كيف بدك تبني؟ هلا نحن بلبنان لو عنا روح الجماعة، وان شاء الله يصير، 10,000 كيلومتر بأربع ملايين نسمة، شو رأيك؟ 10,000 كيلومتر بأربع ملايين نسمة، لو كل واحد بيضحي من وقته 5 دقايق على وسائل التواصل الاجتماعي تينكي فلان وحط صورة فلان، يزرع زهرة قدام بيته، لبنان بصير جنة. بتبطل هاي الروايح موجودة، بيجي السايح مبسوط، نحن بننبسط بالمنظر. 5 دقايق يعطينا من وقته. يعني هذه مبادرة فردية، مبادرة للواحد يغير. ايه حتى نحس بروح الجماعة. حلو. مش بس بقضية انه النظافة، بقضايا كتير بحياتنا اليومية، الطريق بالسواقة. كل واحد بيعتبر الطريق له، بيبقى في حد منه ميات السيارات مش إشعون. هيدي بترجع للتربية أساسا. ها هيدا اللي عم نقول، تربية البيت. ها تربية البيت وتربية المدرسة. تذكر كنا نعمل بالمدرسة يعطونا كورس ساعة بالجمعة بس التربية المدنية. ايه بعرف انه بطلت موجودة. موجودة بس بطريقة أخرى، عاطيين فيها شوية قوانين بس عمليا ما بيعودوكش عليهم. مزبوط. احترام العلم يا عمي بلبنان، احترام النشيد الوطني. تجي جمعيات اللي بيبقى عندها نشيد وطني، جمعية اش عرفني الأب، جمعية ما بعرف الدفاع عن حقوق المرأة، بيوقفونا إذا كنا عم نحضر شيء احتفال عندهم، بحطوا النشيد الوطني
اقل من دقيقه وبحطوا نشيد الجمعيه ثلاث دقائق. ومش بس هيك، مش حافظين النشيد الوطني، ومش حافظين النشيد الوطني. ما بيصير بالعالم نشيد الجمعيه ثلاث دقائق، النشيد الوطني نص دقيقه. ايه هيدي هيدي اللي كنت عم بتقول. العالم اللبناني ما بنحترمه والى اخره. هودي الاي بي سي تبع المواطنه. الاي بي سي تبع المواطنه نحن مع الاسف، وهونين بدنا ناخذهم، او من البيت او من المدرسه. لسبب عم بقول مناهجنا بدها تبطل نظريه، بدها تصير عمليه، بدها تصير عمليه. المعرفه متوافره وين ما كان، متوافره وين ما كان قد ما بدك. واذا الواحد هو بدك تعرفي كيف بدك تستخدمي هالمعرفه لصالحك انت، ومن خلالك انت لصالح الجماعه. والا كيف بده يقوم المجتمع؟ انا حبيت خبريت انه الواحد بضل هيك نتفت وقت يزرع شي وردة. كنا نحكي مرة، كنا عم نحكي على الهوى، إذا كل واحد حد بيته زرع شغلة كيف بتصير لبنان؟ صحيح. ما هي أبسط أمر. وبعدين الشغلة شوي بتنسي الواحد. مش كل واحد بكب على سيارته قدام بيته تيغسلها كذا مرة بالجمعة، بكب كذا تانكة مي. مظبوط. أعطينا نص تانكة مشان زهرة. نص تانكة مي، زرع زهرة قدام الباب. جنة 10,000 كيلو متر. بيطلع بصير جنة. 10,000 كيلو وما بتكلف شيء، و4 ملايين نسمه. عن جد الهواء انظف، المنظر انظف، الواحد بيقوم الصبح بيشوف حاله مرتاح اكثر والى اخره. بس معنا انا ما رح احكي معك اليوم، ما رح نحكي سياسي، بدنا نحكي اشياء ايجابيه. لا لانه السياسي بتزعل. شو في على الفيسبوك السياسي؟ عفيك موجوده. بس انا يعني خلي اقول وكون هيك صريحه مثل ما تعودت، يعني أنا بس تطلع يصدر عدد مجلة أورا أول شغلة بقريها الافتتاحية. أنا بشكرك. لأنه بتصيب، ولأنه بعرف قديشك إنسان مثل ما أنا متصالحة حالك، بس موجوع من جوا. يعني بتستعمل دايما بكلامك كلمة الآدمي، وبتعتبر إنه في بعد عدد كبير من الأوادم من لبنان. طبعا خميرة. كنت عم بهذا الموضوع حكيت عن المرض الفساد المزمن، وحكيت كمان انه معدي. نحن كلبناني، ما بدي اقول نحن كنحكي اعلام او بنحكي سياسي، انا كلبناني انا كيف في حافظ على ادميتي؟ هذا الشيء صعب، بس اذا عندك المناعه الداخليه متصالحه، ونرجع للاول، متصالحه مع ذاتك وعندك ثقه بذاتك فيكي. بس مش مرجلي. بعتذر، اوقات قد ايه انت بتكون عندك ثقه بذاتك وهيك، اوقات اللي بتشوفه بتحس بتشك بـ بـ بلحظه بادميتك. صحيح. او صحيح. لهالسبب بدك تشوفي قديش المناعه. لا دائما انا بعطي مثل، مش مرجلي تبطل الدخان بين ناس مبطلين الدخان. مظبوط. مش مرجل. المرجل تبطل الدخان بين ناس بدخنوا. مظبوط. يعني اذا انت بدايره كلهم فاسدين وصرتي فاسد، معناتها انت يعني قديش مناعتك ضعيفه. مناعتك ضعيفه، بدك تشوفي قديش انت بين هالفاسدين عندك هالمناعه القويه ما تصير فاسد. مزبوط. ما تصير فاسد. وهيدي طبعا كمان التربيه، بنرجع نقول انه بلبنان ما عم نعود اولادنا، ما عم نعود اولادنا تربيتنا بالبيت. ما بتسمعش كلمه دبر حاله؟ ما هي الكلمة شايعة اليوم، دبر حاله. كيف دبر حاله؟ ما لكش حق تسأل. بيوقف السؤال. استاذ سمعان، ما بعرف قديش معي وقت، بس بدي خبر خبرية صغيرة على التربية. أنا من الأشخاص اللي بيمشوا بكير، بيمشوا الصبح وبصلي مسبحتي. كنت ماشي بمطرح رائع، هيك نظيف وحلو، وعم بتمتع بالطبيعة الصبح وبالطقس الحلو وبالمناخ الحلو، وعم بصلي. بشوف احد الاشخاص قدام بيته بيطلع بسيارته الصبح، كانت الساعه 6:15، بيفتح الباب والاشياء اللي معه بالكليركس بكبهم على الارض وبسكر الباب. هلا انا طلعت جرات اطلع فيه لشوفني انه شفته، شوف انه في حدا ماشي على الطريق شافه، بركي ممكن ينخجل شوي. ما اطلع فيه، قررت انه كوع وارجع حتى يشوفني بالوجه. او بهالوقت انا وقفت صلي لانه حسيت ماني بقى عم ركز على الصلاه. رجعت طلعت انا وراجعه كمان صرت بوجهه، بيفتح الباب وبيحمل قنينه مي صحه صغيره مي،
وبيروح على الأنية، ما هون في أنية ماي مارة بكبها. هلا هي بتعلق لأنه ماي منها كتير قوي. برجع بتطلع فيه أنا هيك بدي يقشعني، طلعت فيه هيك إنه هون هون معقول يعني. بروح بمسك أنية أنية الصحة ماي، بجيبها من الأنية، ما حقلك روح جبت الكناكس، لا. ورحت ورا بخمس فشخات في الزبالة الفاضي وطريق ولا أنظف من هيك، بحطها قدامه وغيرت صلاتي. يعني كنت عم صلي بتعرف بكملت، قلت لها يا عذرا خلي يكون، بطلب يكون عنا أميت مثل أميتنا كيف ربونا، لأنه هيدا الزلمة يلي منه صغير أبدا لو تربى مزبوط صحيح اكيد ما كان كبل صحيح. يعني نحن هذا اللي بدنا اياه، يعني عن جد تعبون التربيه من شغله صغيره قد ايه يبين بس هيك شغله كثير كبيره. يعني انا مجرد فكر افتح باب سيارتي كب كلينكس على قد وسكرها، وهودي لا بياكلوا وقت ولا بياكلوا مجهود ابدا، ببساطه يعني مجرد ما تشوفي ابنك حدا معك بالسياره كب من السياره وتعطيه ملاحظه مره واثنين وثلاثه، يعني ليش ببلاد العالم الاولاد ما بيكبوش؟ ما اوقات بتقنعيهم، اوقات بتقنعيهم، انت بتعملي شغله قدامه تتشوفي ما بيعملوا، لانه بالمدرسه ومطرح ما انهم موجودين معلمينهم انه هيدا الاصول مزبوط. هيدا اللي هون نحن ناقصنا فرق كبير بين التربيه النظريه والتربيه العمليه. مزبوط، نحن بعدنا بتربيتنا نظريين. مين بيعرف منا هلا اذا احترقت لمبه عنده بالبيت يفك اللمبه ويركب بدله؟ ما بيصير، ما بيصير. مين بيعرف يحط شقفة لحمة على النار ويطبخها؟ ما بيصير. المعرفة اللي صرنا قادرين نجمعها بدك الفعل، نطبق على الأرض الفعل. صح. بدك الفعل مزبوط. بس اسمعني، بعرف انه خلينا ناخد موعد منك على الهواء، ما فيك تقلي لا، نرجع يكون عن لقاء تاني نحن وياك على الهواء. انا حبيت لانه كتير بيهمني انه ما حضرتك الانسان متصالح مع حاله يلي قادر يعطي كتير، وقادرين نحن نستفيد منه بوجود من خلال هالشاشة نور سعد. انا برحب فيك من جديد، حضرتك رئيس تحرير مجله اورا، وبدعي المشاهدين عن جد، مش عم بعمل دعايه، بدهم عن جد يتثقفوا ويقروا ويعرفوا الحقيقه، يقدروا يستفيدوا يقروا هالمجله لانه هي شيء كثير عم بتفيد كثير الشباب بكل الاعمار بكل المواضيع. ان شاء الله اهلا وسهلا فيك، بعرف قديش بتعمل جهد لهذا الموضوع. ان شاء الله نضوي شمعه هيك شي مطرح فيه. ولك اكيد نضوي الشمعه، اكيد مش حضرتك مش شمعه صغيره، شمعه ونور عم تعطي. خلي لك عائلتك، واهلا وسهلا فيك، وشيكوا على لقاء ثاني نحن وياك. ميرسي كثير، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا وقفه صغيره وبنرجع حتى نكمل لقائنا الصباحي معكم.